مرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بنت النيل. بنخصص هذه الحلقة للمؤتمر الذي عقد مؤخرا في مصر. مصر تستطيع بالتاء المربوطة. أسفرت مناقشات هذا المؤتمر على عدد من التوصيات عن طرح عدة أفكار لمواجهة التحديات التي تعترض طريق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في إدماج المرأة وتمكينها، كما برزت الحاجة لتضافر جهود المصريين جميعا لغرس روح الولاء والانتماء في الشباب المصري في الداخل والخارج والحفاظ على الهوية المصرية، خاصة أن هذه المشاركة جاءت بمشاركة واسعة من سيدات ونماذج ناجحات في الخارج. الحقيقة احنا هيكون معانا هذا الموضوع بشيء من التفاصيل. هنتحدث عن هذا المؤتمر الكبير، خاصة انه بيتواكب مع عام المرأة المصرية كما اطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا العام. دعونا نتابع اخبار المرأة على مدار اسبوع. ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة محاضرة في معهد الدراسات الدبلوماسية لزوجات الدبلوماسيين المشاركين في البعثات الدبلوماسية خارج مصر، وذلك للتعريف بوضع المرأة في مصر والقوانين التي تحمي حقوقها. وفي كلمتها أكدت مايا مرسي أن الإحصائيات والمؤشرات الحالية تشير إلى تحسن وضع المرأة في مصر، وأكدت أن المرأة لأول مرة تكون محافظة، مشيرة إلى إعلان الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية. شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة في فعالية خاصة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة. وفي كلمتها في الفعالية استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس تجربة المجلس القومي للمرأة في التصدي للعنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال مجهودات 27 عضوة من الفتيات والسيدات ذات الإعاقة، تم استحداثهن كممثلات للمرأة ذات الإعاقة بفروع المجلس بالمحافظات مؤخرا بواقع واحدة في كل فرع للمجلس. أثبتت الدكتورة ماريان عازر استحقاقها لأن تكون ضمن أفضل 100 متحدث أكاديمي من قبل منظمة بايوتيك العالمية أثناء مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي جاب سوميت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لذا يعتزم البرلمان المصري تكريمها الأسبوع الجاري تقديرا لجهودها وتمثيلها المشرف لمصر والحصول على المركز الثاني ضمن الدول المشاركة. نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مبادرات توعوية تحت عنوان أنت أقوى من المخدرات في 10 محافظات، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان. استهدفت المبادرات توعية ما يقرب من 15,000 شابة، وتهدف المبادرات إلى التواصل المباشر مع كافة الفئات من الشباب والأطفال لتوعيتهم بأضرار الإدمان والرد على الاستفسارات المختلفة عن طبيعة الإدمان وطرق العلاج منه. أعدت منظمة المرأة العربية دراسات علمية متنوعة حول توثيق التجارب الناجحة لتمكين المرأة العربية في 3 دول عربية، وتعددت موضوعات التجارب الناجحة التي تم توثيقها لتشمل الخبرة المتميزة لدور المرأة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتجربة المتميزة في التنسيق بين الحكومة والمجتمع الأهلي لخدمة قضايا المرأة، وإقرار سياسة عمومية مندمجة تستهدف دمج قضايا المرأة كموضوع اهتمام في جميع القطاعات الحكومية. أرحب بحضراتكم مرة أخرى. مصر تستطيع بالتاء المربوطة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة للمزيد من التحليل الأستاذة هبة باشا، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ومدير تحرير مجلة نصف الدنيا. أنا برحب بك. أهلا وسهلا. أرحب أيضا بالدكتورة أسماء عبد الحكيم، أمين عام مساعد جمعية من أجل مصر. برحب بسيادتك يا دكتورة. أهلا وسهلا. طيب، يعني الحقيقة هذا مؤتمر يا أستاذة هبة غاية في الأهمية، بيعكس مدى اهتمام القيادة المصرية بدور المرأة سواء في الداخل أو في الآخر. تعليقك على
مؤتمر مصر تستطيع كان عقد قبل كده للعلماء، كان في الغردقة، كان في أواخر العام الماضي. الحقيقة كانت مجلس القومي للمرأة تواصل مع وزيرة الهجرة على اعتبار أنه كمان نستضيف العالمات ويبقى في تواصل ما بين المصريين في الداخل وفي الخارج. المؤتمر كان في حاجة مشرفة، مش بس ان احنا تعرفنا على نماذج يعني من الستات بتشتغل برا، لا، الفكرة ان هم مش جم بس وتكرموا بلدهم قدرتهم، لا، هم كمان كانوا حابين ان هم يشتغلوا. وعلشان كده توصيات المؤتمر زي ما قلتيها في المقدمة فيها كتير جدا من بروتوكولات العمل اللي الستات واخدة على عاتقها ان هم ينفذوها. أنا شايفة أنه لو فعلا الأفكار دي تنفذت أفضل ما كان في الموضوع. الحقيقة أنه المؤتمر إحنا شفنا حلقات النقاش قبل وصولهم، يعني 48 ساعة اللي كان قبل عقد المؤتمر، وبعدها كان في بعض من نماذج الستات دي كانت على مقابلات على مستوى دولي، على مستوى حكومي رفيع، بدأت ان هم ازاي نقدر نستفيد بخبراتهم. في بروتوكولات اتعملت، في مدد زمنية اتعملت لكتير جدا من المشروعات اللي هتتنفذ. انا شايفة ان دي اهم استفادة ممكن ان احنا نستفيدها من هذا المؤتمر. نعم. طب دكتورة أسماء، حضرتك تابعتي هذا المؤتمر، ايه اللي استوقفك عنده كيعني الذي يمكن ان تستفيد به مصر في المرحله المقبله؟ هو بدايه يعني احنا حقيقة بنعقد مؤتمرات كثيره وبنخرج بتوصيات كثيره، ولكن دعينا نتحدث على ارض الواقع. بدايه طبعا تزامن المؤتمر مع ثوره 30 يونيو ده حاجه كانت جميله جدا، والحاجة بقى اللي احنا كلنا بنتوقف عندها ان المرأة قدمت الشهداء للثورة، فساهمت في انتفاضة وساهمت في تشجيع الشباب وساهمت في انها ترتقي بأولادها. لما توقفني وتوقف صفتي أمين مساعد في جمعية من أجل مصر ان كل اهداف الجمعيه اللي احنا بنعملها مشابهه جدا ومتواصله جدا مع توصيات المؤتمر. المؤتمر كان كل توصياته الشباب اللي بالخارج، المصريين اللي موجودين بالخارج، زي نعمل شبكه نظم معلوماتيه علشان نقدر نشوف القادرين على اتخاذ القرار والقادرين على دعم واتخاذ القرار داخل وخارج البلاد. كمان المراه في خارج البلاد احنا كلنا ما كانش عندنا المعلومات الكافية عنها. لا، هم ألقوا الضوء على الحقيقة نماذج مشرفة رائعة. وفي يعني في منهم منى شندي غايبة عن مصر 17 عام ورجعت بتحكي عن تاريخها وبتحكي عن وجودها خارج البلاد وجودها داخل البلاد، وزارت القوات البحرية وشافت قد ايه هم في التطور وقد ايه هم عندهم تسليح عالي جدا، وان بتفخر بوجودها. هم سألوها سؤال: انت كمسلمة ومصرية قدرتي ان انت تخوضي بره النجاحات؟ قالت لهم ايوه، ومحجبة. فقالت لهم ان الدين ما بيمثلش اي عائق، بالعكس ده ديننا الاسلام ساعدني ان انا اتفهم، ساعدني ان انا اتماشى مع الوسط اللي انا موجوده فيه. فده حاجه احنا بنفخر بيها. كمان من ضمن الحاجات اللي صارت جدا اعجابي احفاد الفنان عبد الرحمن ابو زهره، فعلا هم عزفوا في الاوركسترا السيمفوني في المانيا، فكانوا أصغر عازفات يعتبروا وأصغر مكرمات في المؤتمر يعتبروا. دول دي من ضمن الحاجات اللي كانت احنا معجبين بيها. كمان في صحفية كان عندها توقف انها تأتي للقاهرة بسبب مرض سرطان. فطبعا يعني في نماذج كتير جدا احنا شفناها وفخرنا بيها، ولادنا شافوها وقدرنا ننقل لهم الثقافة بتاعتنا. يعني بناتنا قدرنا ننقل لهم الثقافة بتاعتنا. طيب انا هستأذنكم، هنخرج لهذا التقرير على بعض ما ورد في هذا المؤتمر الناجح. We'll be right back.
مطلع الشهر الحالي انطلق مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي نظمه المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة الهجرة والسكان وشؤون المصريين بالخارج وبحضور 31 سيدة مصرية يشغلن مراكز قيادية هامة حول العالم. وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عقول وخبرات المرأة المصرية المهاجرة بالخارج في مختلف المجالات واستغلال النجاحات الكبرى التي حققناها في وضع حلول ممكنة لأهم المشكلات والقضايا التي يعاني منها الوطن. واكتسب المؤتمر أهمية كبرى حيث يأتي في العام الذي اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمرأة المصرية في رسالة جديدة تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بدعمها في الخارج والداخل. وأسفرت المناقشات خلال أيام المؤتمر عن طرح عدة أفكار لمواجهة التحديات التي تعترض طريق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك أوصى المؤتمر بالمشاركة في إعداد نظام معلوماتي جغرافي مركزي للدولة باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بدقة عالية لسهولة تبادل المعلومات، كما أوصى بضرورة دعم البحث العلمي في الجامعات بالتقنيات الحديثة وربطه بعمليات الارتقاء بالمنتج الوطني لسد احتياجات السوق المحلية وزيادة قدرته على المنافسة الخارجية سعيا لزيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري. اقتراح إنشاء جمعية للمهندسات المصريات بهدف جذب الفتيات للعمل في المجالات الهندسية والعلمية والرياضية. مؤتمر مصر تستطيع في عدد من دول المهجر ليتمكن العدد الأكبر من المصريين المغتربين من الحضور وتقديم الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. دعوة أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج لدورة خاصة من مؤتمرات مصر تستطيع لتعريفهم بالجهود المبذولة في الداخل للنهوض بوطنهم الأمة ومنحهم فرصة للمشاركة في جهود التنمية. ويمثل إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديا إحدى القضايا الرئيسية والهامة التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة. ورحب بكم بالفعل مؤتمر كبير وبه النقاط التي لابد أن نتوقف عندها خاصة في ظل التحديات التي تشهدها مصر الاقتصادية. كيف يمكن الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر؟ يعني الحقيقة دكتور أسماء تفضلت وذكرت بأن لابد أن يكون هناك شبكة نظم معلوماتية لربط الخارج بالداخل. بس هي الموضوع مش موضوع فكرة أن أنا بتكلم على أمنيات أو مفروض إيه اللي يحصل، هو ده حصل بالفعل وكان من ضمن تأسيسات المؤتمر. أنت اخترتي مجموعة من العناصر اللي هم النشطة اللي تقدر فعلا تفيد الحكومة. يعني على سبيل المثال مثلا أنه عضو البرلمان الأسترالي السيدة آن الحقيقة تفضلت بطرح عمل نموذج وبروتوكول ما بين البرلمان الأسترالي والبرلمان المصري للتعرف على أهم المواد والبنود اللي ممكن تقدري تقومي عليها بالتنمية وتسهل الكثير من خطط التنمية من خلال تفعيل القوانين. دي حاجة مهمة جدا. حاجة تانية في التنمية الاقتصادية كان وجود دكتورة زي دكتورة إيمان غنيم. دكتورة إيمان غنيم سيدة فاضلة قديرة كانت من ضمن الفريق دكتور فاروق الباز في ناسا متخصصة في مجال الاستشعار عن بعد. الست دي الحقيقة الحكومة قعدت معاها بشكل موسع واتفقوا سواء انه هيعملوا مركز لفكرة الاستشعار عن بعد لان هي اليومين دول متخصصة في فكرة التنبؤ بالسيول. وانت عارفة انه بيجي لنا موسم كده وفي كوارث السيول. فهم هيستفيدوا فيها من خبرتها وهيتم تعميم فكرة وجود منهج في مصر عن الاستشعار عن بعد في جميع التخصصات. دي حاجة مهمة جدا. عندك مثلا حد زي دكتورة هدى المراغي. دكتورة هدى المراغي دي في كندا أول عميد امرأة، مش امرأة مصرية أو عربية، لا أول امرأة على مستوى كندا عميد لكلية هندسة.
فالست بتحظى بشعبيه جامده جدا في الاوساط العلميه في كندا، فتم الاستفاده بينها وبين الحكومه. قعدت برضو مع مجموعه من اعضاء الحكومه، وهتبدا في طرح افضل واحدث وسائل التكنولوجيه. والحقيقه اللي استفاد معاها كان بشكل كبير جدا كان اللواء العصار وزير الانتاج الحربي، لانه هي هتمدهم باهم خطوط الانتاج. هناك اتفاق بينها وبين التكنولوجيا. عايزه اقول لك انه الكلام ده تفعيل حقيقي للمؤتمر. يعني انا دايما كانت الناس لما بنحضر المؤتمر وبنعد جزء كبير منه يقول لك انتوا طب الستات تيجي تعمل ايه؟ لا، الستات موجوده وجت وشافت، زي ما فضلت الدكتوره اسماء وقالت على منى شندي زارت القاعده البحريه في اسكندريه قبل المؤتمر بيوم، وبدات تشوف ان احنا نقدر نستفيد بخبرتها في ايه. نعم، مصر مهتمة مش ان احنا بنعمل مؤتمر. انا عايز احيي فيه الوزيرة نبيلة مكرم، عايز احيي فيه دكتور مايا مرسي، لان هم دي ستات بتشتغل بجد. طيب، ستات عايزة تدي المجتمع بجد. نعم. دكتورة اسماء، حضرتك امين عام جمعية من اجل مصر، احنا بنتحدث عن مؤتمر ضخم بمشاركة فعالة من قبل سيدات يعني حتى في خارج مصر تبوأوا مناصب عليا. ممكن يكون دلوقتي المشاهد وبيتفرج علينا او اي سيده مصريه تقول لك طب انا هستفيد ايه من وراء هذا الكلام؟ حضرتك شايفه ايه؟ حضرتك خاصه احنا بنتكلم في مجال تخصصي. يعني هقول حضرتك دور الجمعيات المفروض انها تطبق توصيات المؤتمر. احنا كجمعيه، جمعيه دورها تنموي في المقام الاول، قائمة على تبرعات من رجال الأعمال وجهود من رجال الأعمال ملموسة ومبذولة في قرى مصر. احنا مسؤولين عن الجيزة، انا بصفتي امين عام مساعد طبعا بعمل تحت قيادة الامين العام للجمعية بالجيزة دكتور شريف عشري. احنا بنطوف قرى الجيزة، ابو النمرس، العياط، البدرشين، الحامضية، الصف. احنا بن بن بنتوجه للقرى دي لانها فعلا لازم نطبق فيها التنمية المستدامة. طبعا هي كل أهدافنا القضاء على الفقر، قضاء على البطالة، قضاء على الإرهاب، قضاء على الإدمان، كل هدفنا ده. ومش بالكلام بس، احنا فعلا بالفعل بنطبق ده من خلال الجمعية. عملنا دورات أولا توعية في إن شاء الله يوم الثلاث اللي هو بكرة بكرداسة، وأنا بأكد على كرداسة لأنها كانت معقل وساخنة جدا في السلفيين والإخوان والكلام ده. إن شاء الله بكرة موجود في مركز ثقافة كرداسة الساعة الواحدة ظهرا، معمول ندوة عن القضاء على الإدمان، وهيقوموا محاضرين من مستشفيات نفسية وجامعات مصر، بيقوموا بعمل دورات تدريبية كيفية التعامل مع المدمن وكيفية علاجه وكيفية وقوف بجانب الأسرة المصرية، لأن في أغلب الأسرة المصرية مش عارفة تتعامل مع أولادها. فإن شاء الله جمعية من أجل مصر في كرداسة لمنسق عام الجمعية بكرداسة الأستاذ علاء مكاوي إن شاء الله بكرة. ننتظر كل من يرغب، وفي كمان بروشور هيتوزع في المنازل ازاي هيتعامل مع الطفل الكلام ده. كمان احنا عملنا دورات رمضانية، حاولنا ان احنا نجذب الشباب ان هم يلعبوا رياضة، البعد عن الارهاب. احنا ايه اللي بيخلي شبابنا عقله متفرغ للعنف والتطرف؟ ان مفيش رياضة، مفيش حاجة بتشغله، خلص الدراسة فقاعد في المنزل امام التلفزيون، ماسك الموبايل على الفيس الكلام ده. فاحنا بنحاولنا فعلا، عملنا دورات رمضانية، قدمنا كاس اسمه كاس من اجل مصر، وكان الكلام ده في جميع المراكز بتاعتنا، عملنا في كرداسة وفي ابو النمرس وفي الحامضية. كمان عملنا حملة لطرق الأبواب، طرق الأبواب علشان نصل للسيدات، للمرأة المعيلة. إزاي نوصل؟ احنا سافرنا الواحات وقدمنا في الواحات نموذج مشرف للمرأة المعيلة اللي بتعمل داخل المصانع لتعبئة البلح، وعملنا لها معرض بنادي الجيزة الرياضي إزاي قدرت تقدم للناس كلها وتقول أنا بشتغل من خلال الجمعية. وتقدم معرض محترم جدا، تقدم للحرف اليدوية اللي هي من توصيات المؤتمر.
التوصيات المدنية ان احنا نحيي التراث الشعبي ونحيي الحرف اليدوية تاني ونرجعها تاني. ليه؟ لان احنا قضينا عليها بالمصانع وقضينا عليها باستيراد من الخارج. احنا عايزين نقوي ازاي نصدر، ازاي نعلم ولادنا يعملوا منتج مصري خالص وازاي نصدره للخارج. دي نقطة. النقطة التانية كمان عملنا حملات توعية وعملنا امتحانات محو الأمية اليوم الواحد، عملنا ندوات للشباب، عملنا لهم قضينا على البطالة بتوفير أكثر من 3500 وظيفة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري والقوى العاملة. وفرنا لهم ده وعملنا لهم مؤتمرات توظيفية. كمان احنا عملنا ندوات للسيدات لخوض العمل السياسي، ازاي انها تخرج، ازاي انها تخرج وتشارك. حقيقة انتوا يعني ده انتوا كل المحافل يعني الجمعية لديكم الحقيقة معانا سي في كامل ومعانا كل المحافل والحقيقة ده يعني جهد كبير وجهد عظيم. يا ريت الجمعيات عندنا يا هبه تكون على نفس النهج كدور توعوي. عارفه انت قلتي جمله مهمه قوي يا دينا، قلتي انه الست المصريه العاديه والناس في الشارع في الشارع العادي بيقول لك هو المؤتمرات دي احنا نستفيد منها ايه. اللي هيوضح المعنى ده هو الدور الجمعيات الاهليه زي اللي بتقول بيه الدكتوره اسماء. هم وجودهم هم حلقه الوصل، هم حلقة الوصل ما بين الحكومة وما بين الرجل البسيط. هم الكوبري اللي هيقدر ان هم يوفقوا ما بينه وبين بعض. نموذج زي نموذج جمعية من أجل مصر ده أنا أعتقد أنه نموذج مشرف، أنا حي حضرتك عليه، لأنه عارفة هم مش قاعدين ساكتين يعني ما عادوش يشتكوا يقولك أصل إحنا عندنا فين مشاكل التمويل، أصل عندنا المنطقة اللي إحنا فيها فقيرة، أصل إحنا مش عارفة إيه. بدأوا يشتغلوا، يعني مش دايما الإمكانيات ومش دايما التمويل هي العائق. بالعكس احنا بندور على الأماكن البعيدة الصعبة اللي فيها مشاكل الزواج المبكر يعني احنا بندور على المشاكل الصعبة. خلي بالك ان هي بتعمل في ضواحي الجيزة اللي هي معقل الزواج المبكر وزواج الصفقة اللي هو ابو النمرس والحوامديه اللي كل الدراسات المصريه لما حبت انها تقف على هذه الظاهره المؤسفه الجريمه اللي بترتكب بحق كل فتاه نزلوا المناطق دي. فهم الدور بتاعهم دور كبير ودور مهم. وفكره توعيه الاسره المصريه تعليم البنت، فكره ايجاد وظائف خارج بره الصندوق، ان انا مش 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 بسعى معاك ولا انا بقى في كمان مفاجاه هتعملها الجمعيه في فرح زواج جماعي ان شاء الله على مستوى الجيزه كلها في كل المراكز اكتر من 100 عروسه برضو بمساهمات رجال الاعمال وسيدات الاعمال. يعني الحقيقه واحنا بنتحدث عن يعني هذه الحلقه احنا بنطرح كل اللي حضرتك بتقوليه برضو لان ده اللي بيهم المواطن. اذا كنا نتحدث عن مصر تستطيع بالتاء المربوطه هذه النماذج المشرفه اللي هذا المؤتمر خرج بتوصيات، هذه التوصيات بتصب في مصلحة المواطن المصري. أستاذة هبة من أهم التوصيات التيسير على الموجودين بالخارج بدعم المبادرات الوطنية كمبادرة صندوق تحيا مصر. ده حاجة أطلقتها الوزارة، عملت رابط على الإنترنت. الرابط ده بيتيح فرصة لكل المصريين اللي موجودين بالخارج في كافة التخصصات ان هم يطلعوا على توصيات المؤتمر وان هم كمان يلقوا بافكارهم ومقترحاتهم. لان بالتاكيد انه ال 31 امراه اللي جم مش هم دول كل النساء العاملات بالخارج ولا هم دول الشباب. في جزء مهم جدا انه صحيح كان في جزء من النساء كانوا من الشابات لكن في الجيل الثاني والتالت مهم جدا التواصل معاهم في الخارج اللي هم علاقتهم بمصر علاقتهم بالام ضعيفه شويه ان هم مش بيزوروها بس عارفه زي مكان فسحه 10 ايام ويرجعوا. فاحنا عشان نقوي العلاقات بين الجيل الثاني والتالت بالذات فده كان مهم جدا انه يتعمل لهم شبكه تواصل وده كان من اهم التوصيات. ويتم طرح هذا الرابط بشبكه مع الحكومه بحيث انه اللي تلاقي فيه فكره مبهره شاب او شابه بره عندهم حاجه ممكن تفيد مصر ليه لا. دي مبادره، دي نوع من انواع التواصل العملي الموضوعي اللي احنا بقى كاعلام لازم نشتغل على هذا الرابط ولازم نشوفه ونعمل ضوء اخضر على فكره غير تقليديه جايه لنا من بره مع شاب او شابه. نعمل حلقه تواصل مع الحكومه لو اغفلت انها
انها تتواصل مع الرابط بشكل او بشكل دوري. اعتقد انه الدور ده دور مهم جدا. انا كنت بقترح انه كمان من ضمن اللي نقدر نعمله بعديها غير كوسائل اعلام فكرة وجود انه الجامعات الاهلية تاخد هذه التوصيات وتبدأ تبحث في مجتمعها عن الشباب اللي ممكن تكون افكارهم قريبة منهم. وده يعتبر انا مش هقول عليه كشاف مواهب لان هم تعدوا مرحلة دي لان هم بقوا كبار، بس هم يقدروا يبقوا الرافد ما بينهم وبين الحكومة انه لو في كمان شاب مصري عنده نفس الفكرة من اللي ألقيت في الخارج، طب ما نوفقهم مع بعض ونقدر نقعدهم كمان مع الحكومة. هذا الطرح تطرحيه الدكتورة أسماء. بالظبط كل الجامعات الأهلية. وبالفعل احنا بنعمل صفوف تانية وبنعمل كوادر. احنا من ضمن أهداف الجمعية خلق كوادر من الشباب لأنها تقود لتنفيذ التوصيات دي. كمان في نقطة مهمة جدا، ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. دي من ضمن التوصيات اللي كانت موجودة، ومن ضمن كمان العمل اللي بتعمله الجمعية ان احنا عاملين مدخلين مطبقين فعلا قانون الدمج داخل المدارس، مطبقين قانون الدمج داخل المؤسسات، واحتفلنا فعلا بذوي الاحتياجات الخاصة في شهر رمضان أكثر من 5 مرات، وكان على رأسهم قسم الطلبية والعمرانية، وفعلا قمنا بتكريم أكثر من 300 طفل ذوي الاحتياجات الخاصة. والفكرة في أن أنا مش أعمل الدمج بس، الفكرة أن أنا أوفر له الوظيفة بعد ما أدمجه وسط أصحابه في المدرسة، وبعد ما يتخرج ويبقى معاه شهادة وامتحانات بتجيلهم امتحانات دمج، لا أوفر له كمان الوظيفة اللي هيشتغل بيها بعد ما يتخرج. دي مهمة جدا، لأن كتير جدا من أصحاب العمل بيرفضوا 5% اللي بيقبلوا. فأنا نداء وبنادي كل أصحاب العمل وكل أصحاب المؤسسات من موقعي في الجمعية، وبقول لهم يا ريت نتبنى ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم بيمثلوا عائق كبير جدا على الأسرة المصرية. نعم. طيب يعني هنتحدث استاذة هبة دلوقتي، حضرتك عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ومدير تحرير مجلة نصف الدنيا. حضرتك شايفة إيه في هذه المرحلة اللي احنا بنتحدث عليها، التحديات الجسام التي تعاني منها مصر، دور الإعلام، دور شبكات التواصل الاجتماعي، ممثلة في السوشيال ميديا، الحقيقة انت شايفة إيه؟ يعني احنا الحقيقه بنتكلم عن نماذج مشرفه وايجابيه، ولكن يعني بصي انت جبتي يعني قلتي الجمله اللي بتختصر كل حاجه، السوشيال ميديا. النهارده عندما ما كناش بنفكر بشكل عملي يتواكب مع العصر عشان انا اوصل للشباب، يبقى زي ما قلتي خارج الصندوق. يعني ما هو ده من حلول. انت النهارده محتاجه انه الحكومه تتواصل مع الشعب. الحكومه احنا شايفين في بعض من الوزارات وليس كل الوزارات تعمل وتعمل بجديه، ومصر تستطيع بالتالي المربوطه احد هذه النماذج الناجحه والمشرفه الحقيقه. لكن انت محتاجه تعملي ايه؟ محتاجه ان انت تتواصلي مع الناس. زي ما قلنا دور الجمعيه الاهليه، في دور تاني، في دور اسمه انه انا النهارده انا عندي اغلب الشباب النهارده بتتواصل مع المجتمع عن طريق السوشيال ميديا. يبقى لابد ان تكون هذه الحكومه حكومه ذكيه وتتعامل مع الشباب عن السوشيال ميديا. المفروض انه انا الموضوع، والموضوع مش مكلف، انشاء صفحات للوزارات، انشاء صفحات الحكومه، طرح الشكاوى. احنا عندنا في كل وزاره عدد كبير جدا لا يعمل به بطاله مقنعه. اعمل لهم، هاتوهم في اداره الشباب منهم اللي بيتعامل جيدا مع السوشيال ميديا، وخليهم يتواصلوا مع الشباب، تلقوا المقترحات، خلوا يبقى في عمل، في تواصل، اسمعوا مقترحات جديده، حسسوا الشاب ان انت بترد عليه. ساعتها لما هيحس ان انت بترد عليه، لما انت هتقول له انا بعمل كذا هيصدقك. انا اقصد اقول لك انه التواصل، انا اقدر اعمل افلام يوتيوب بسيطه جدا بتشرح الانجازات واحطها على اليوتيوب. النهارده الشاب بيجري على اليوتيوب على اي اغنيه وبتعمل لها في خلال 10 دقائق بتعمل لها مليون مشاهده. انا اقدر ببساطه الحكومه لو نزلت كل قدرنا نعمل عن الانجازات، عن التحديات، عن لغه التواصل احطها على اليوتيوب، صدقيني الموضوع مش مكلف للحكومه ومجدي على من حيث نتائج الفايده على الشباب. النهارده حلقة التواصل هي المفقودة. احنا النهاردة كان عندنا أزمة الأسبوع اللي فات، وده أنا لسه كنت بقوله في لقاء تاني، إنه احنا كان عندنا إنه الموازنة الجديدة طلعت للدولة، وكان في مفروض إن يبقى في زيادة في أسعار المحروقات، وفي زيادة طبيعية تبقى مترتبة على أسعار السلع. الموازنة الجديدة ما جاتش فجأة، الحكومة تعي تماما إنها أول يوليو، لكن المواطن هو اللي ما ربطش. فليه ما كانش في التمهيد ده للمواطن؟ وبدليل ان المواطن بيستحمل، مش ما بيستحملش، متضايق. يعني هو رفع الدعم عن المحروقات كان في مرحله اولى
ودخلنا في المرحلة الثانية، هو المواطن اتفاجأ بيها ولكنها كانت بالفعل موجودة، بس زي ما قلتي ما كانش في تقييم من الممكن ان يكون الصورة الكاملة. الصورة الكاملة، الصورة الكاملة احنا محتاجينها نأكد عليها للدولة، نأكد عليها انك تقدر توصل بيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة زي ما بنقول احنا النهاردة انت عندك اكبر رئيس دولة في امريكا، اكبر رئيس دولة في العالم بيتواصل مع الشعب عن طريق تويتر، بيتواصل مع العالم كله عن طريق تويتر. حكومة الامارات بكاملها كل الامارات في دولة الامارات بتتعامل مع الشعب عن تويتر. اقصد اقول لحضرتك انه رسائل بشكل رسائل الحكومة لابد ان تطور من ادائها وادوات التواصل مع المجتمع. رأي حضرتك ايه في هذا الموضوع؟ بصي انا رأيي المرأة المرأة في كل مكان، في البيت، في الشغل، في المؤسسة. لو احنا تقينا بالمرأة وثقافتها ووعيها الإعلامي والثقافي هتقدر تنقل ده لأولادها ولزوجها ولإخواتها. فالفكرة كلها في المرأة. الدكتورة مايا مرسي عملت استراتيجية للمرأة تصل ل2030 تمام؟ الاستراتيجية دي أنا في وجهة نظري إن شاء الله هي هتحقق الهدف المنشود. بداية احنا المفروض إن احنا نتواصل كجمعية مع الاستراتيجيات دي. نتواصل ازاي؟ هنعمل دورات تدريبية وتوعية للمرأة كيفية التعامل مع طفلها. تعامل في مش بس ان انا بأكله وبشربه، لازم انميه تنمية ثقافية، لازم انمي عقله عشان يقدر يدرك مستجدات الامور. ازاي اتعامل مع الامور اللي بتكلم عليها الاستاذة؟ ازاي؟ يعني انا ابني بيجي يقول لي ماما علوا البنزين، ومش فاهم. مش فاهم ان في دي قرار واحنا ومجلس الشعب مجلس النواب اخد بيه موافقات ودي حاجه طبيعيه ودي حاجه مش المفروض انا كأم اقعد مع اولادي اتكلم معاهم واثقفهم واعلمهم يعني ايه سياسه. يعني ليه؟ لان احنا بنجهل ده. كمان في المدرسه مهم جدا في حصه التربيه الوطنيه، مهم جدا ان احنا نطبق للولاد الحصه دي وما تبقاش بس موجوده في الجدول. لازم الولد يعرف يعني ايه مواطنه، لازم الولد يعرف يعني ايه حبه للوطن وانتمائه للوطن. لازم كل ده يدرس للطفل، نبدا بالام وبعد كده الطفل اللي هيطلع في الاخر شاب ويدافع عن وطنه وقائد لمؤسسه. الكلام ده كله مفيد جدا. لو احنا بدأنا فعلا بالمرأة، واحنا ان شاء الله في خلال الثلاث اسابيع اللي جايين هننزل القرى وهنعمل ندوات تثقيفية للسيدات الريفيات اللي هم بعيد عن التعليم، بعيد عن ما فيش محو أمية، ما فيش مدرسة. نعلمهم ازاي كيفية التعامل، ازاي تتعامل مع ابنها في نظافته، في النظافة الشخصية، في طريقة أكله، في طريقة ملبسه، في طريقة التحوار معاه في البيت. ما يبقاش أمر فرد وخلاص، ما ينفعش. يعني برضو دايما أستاذة هبة بنطرح هذه المشكلة، ان احنا نفسنا الحقيقة من هذا المنبر ان يكون هناك حملات ضخمة المرحلة المقبلة. كل ده راجع لنتيجة للتعداد السكاني. التعداد السكاني في مصر يعني هناك ادوار كثيرة بتقوم بها الدولة ممثلة في المجالس المختلفة، ايضا المجتمع المدني بيقوم بدور هائل. نحن في الاعلام ودايما نتهم ان احنا نتقاعس عن القيام بادوارنا، ولكننا من هذا المنبر احنا بنقوم بدورنا. ولكن التعداد السكاني، لماذا لا توجد في مصر حملات ضخمه للتوعيه كما كان في السابق؟ هو كان في السابق، بس هل في السابق نجح؟ ما هو احنا لازم نقيم الخطوات. ولكن كان هناك بدايات لابد ان يكون يعني هناك. ولكن من انا كمواطن كنت عارف شويه ان الاحصائيه كانت بتوصل قد ايه المواليد. لا انا ما كنتش، هناك تراجع من قبل لما جماعه الاخوان جاءت. بصي الاستراتيجيات كانت كمان ارقامها غير حق. يعني انت كنت بتقعدي كانت بتنزل الحملات وكانت بيقعدوا مع الفلاح يقول لك انت موافق انه على نخفف عدد العيال شويه؟ يقول لك اه مخف. يجي بعد خلصت الورق يا بيه، خلصت تعالى اعزمك على الشاي. يقعدوا في الغيط على الشاي يقول له انا عندي مين اللي يشتغل؟ لا انا مش موافق، انا بقول لك بس كلام ورق حكومه. هو ده المعنى. المعنى هنا مش ان انا بعمل حملات في التلفزيون ولا حسنين ومحمدين ولا ندي ظهرنا ولا الكلام ده. المعنى هنا ان انا اقوم بتوعيه حقيقيه
ان انا اتكلم انه يبقى فيه تعليم، انه يبقى فيه ندوات ثقافيه، انه ان انا ارجع تاني مراكز الشباب في القرى، وارجع تاني مكاتب حصص الصحية المكتبات في المدارس، وارجع حصص الموسيقى، وارجع الرياضه، ومن خلال الانشطه الثقافيه دي اقدر اعمل مسرحيه اقول فيها المعنى ده، اقدر اجيب كتاب يتكلم فيه انه اسره سعيده بيبقى فيها طفلين عملوا كذا ساعدوا اهاليهم مش بالعدد 7 و8 عيال. اقصد اقول لحضرتك انه قرار تقليل عدد الزيادة السكانية ليس قرار باستراتيجية، ليس قرار مجلس قومي سكان، لا، ده كله كلام على ورق. ولو احنا عايزين نعمل حاجة حقيقية يعني ايه، ما نعيدش اخطاء الماضي بنفس خطوات. الحاجة الوحيدة انه لازم يبقى فيه دولة عايزة ده، دولة كل الجهود زي ما قلت فيها لحضرتك، انه يشتغل معاها الثقافة، يشتغل معاها التعليم، تشتغل معاها الجامعات الاهلية، يبقى فيه خطة، يبقى فيه مدة زمنية، يبقى فيه تقييم للخطوات. فده زي ما بقوله لحضرتك، انا ما اقدرش ان انا احكم دولة سكانية. انت النهاردة عندك مشكلة انه انت بتناقشي دلوقتي في المرحلة الجاية انك تلغي التنسيق في الجامعات. إذن انه ما تلغي التنسيق في الجامعات وبعد الثانوية العامة، يعني في عدد كبير جدا من الـ من من الـ من المتقدمين للثانوية العامة لن يلتحقوا بالجامعات. طيب الباقيين هيروحوا فين؟ ربط سوق، يعني خلينا نتكلم من نواحي ربط سوق العمل بالتعليم. طيب هل يعني انت انا عايز كلية طب 500 هاخد ال 500، عايزة صيدلة هاخد 500، ولكن التفريخ اللي احنا شفناه برضو بالظبط كده. فانا يبقى انا يبقى انا عايزه يبقى تضافر جهود مجتمع مش قرار وزاره التربيه والتعليم. في تضافر جهود مجتمع انه انا بقلل عدد السكان، انه انا بتجه مع وزاره الصناعه ووزاره التخطيط فاعرف فين المصانع، اعرف فين المدارس والمعاهد اللي هيتم فيها زي انت ما بتقولي تحديد احتياجات سوق العمل. فبالتالي ان انا تغيير ثقافه المجتمع، ان انا لما ادخل تعليم فني ان ده مش حاجه مش كويس، مش حاجه عيب، مش حاجه عيب، وحاجه هتدخلي دخل اكبر من المهندس الحقيقه يعني. فزي ما بنشوف بره، لو احنا احيينا قصه المجال الصناعي جوه المدارس هن هن هنخلي الولاد ينجذبوا لده، لان احنا اتلغت، تعتبر اتلغت. زمان كانت المدارس بتعمل زمان كانت المدارس فيها كل الحصص، كنا بناخد تدبير منزلي، مجال كنا صناعي، بناخد زراعه، وكنا بناخد مسرح، وكنا كنا بناخد كل حاجه. نعم، يعني في نهايه هذه الحلقه انا بشكركم على هذا اللقاء، الاستاذه هبه باشا عضو لجنه الاعلام بمجلس القومي للمراه ومدير تحرير مجله نصف الدنيا، شكرا لك، والدكتوره اسماء عبد الحكيم امين عام مساعد جمعيه من اجل مصر. انا بشكرك ايضا لتشريفك معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، وصلنا الان الى ختام هذه الحلقه من برنامج بنت النيل. هناك الكثير من الموضوعات المتعلقه كل امرأة مصرية وبالتالي بكل مواطن مصري، هنشوف أهم الموضوعات في المرحلة المقبلة وهنطرحها مع حضراتكم. وللتواصل على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك برنامج بنت النيل. إلى اللقاء.